أنتقل بعد ذلك إلى بعض الأحداث التي حدثت منذ 200 سنة. عمان وهي على دين النبي صلى الله عليه وسلم لم يتغير عليها شيء، أئمتها وعلماؤها ودينها وفقهها وحديثها لم تحتج إلى أحد. وهناك ورقة سوف أوضح فيها يعني الدور الثقافي أو العلمي الذي تميز به أهل هذا المذهب وأهل هذا الدين. ألقينا إلى كلمة مذهب وإلا فالتسمية الدين الذي يشملنا جميعا. قبل 250 سنة ظهر في أرض الحجاز وكانت على دين النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمذهبة بمذاهب، لأن حرم الله الآمن ينظمهم، يعني هناك الأحناف وهناك المالكية وهناك الأشاعرة وهناك الشوافع، كل المذاهب كلهم يعبدون إلها واحدا، يصلون في كعبة واحدة في مسجد واحد ويقرؤون كتابا واحدا ويصومون شهرا واحدا في حرم الله الآمن. قبل 250 سنة ظهر رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب. هذا الرجل الذي ظهر هناك ادعى في بادئ الأمر أنه مالكي وأنه أشعري، ثم ما لبث أن جاء بدين جديد أو بمذهب وفكر جديد. على ماذا يقوم هذا الفكر؟ يقوم هذا الفكر على أنه لا ينبغي أن تكون هناك زيارة للقبور، يعني حتى الذي يريد أن يسلم على المقابر ويدعو لأهله هذه بدعة، يجب على القبور أن تطمس ويجب على الرجال والنساء أن يمنعوا. أتى على آثار الصحابة التي كانت هناك، آثار من أهل بدر، آثار في أحد، آثار من أهل الخندق، آثار لبيعة الرضوان، آثار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها هذه يجب أن تزال بدعوى تجديد الدين أو بدعوى تصحيح الدين أو بدعوى التوحيد أنه مختل، والناس كلهم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله الآمن. أول من قام إليه أخوه سليمان بن عبد الوهاب، هو أول من نازعه وقال له لا نرضى بما جئت به، لأنه ما كان معهم، كان رايح إلى بلاد الشام وغب عنهم هناك فترة، ثم بعد ذلك أتاهم بهذا الفكر ولا يعلم من أين أتى به، ولكن أول من واجهه هو أخوه سليمان وله كتاب فيه الصواعق المرسلة وآخر. ثم قام إليه علماء الحرم من الأحناف، طبعا الحكم الذي كان في مكة حكم العثمانيين وكانوا أحناف ماتريديين، قاموا إليه وفتاواهم موجودة، وقام إليه المالكية اللي هم أكثر الجزيرة العربية في ذلك الوقت وفتاواهم وبياناتهم ضد هذا الفكر الذي يقوم على تشريك أهل القبلة، يعني كل من ذهب يسلم على أبيه أو كل من يعني كان قبره مرتفعا قليلا عن الأرض أو كل ما كان في العراق من مراقد هؤلاء الشيعة، طبعا الشيعة لهم أئمة ولهم احترامهم عندهم، دمرها كلها وأتت جيوشه التي كونها بعد ذلك على ما تبقى من يعني مراقدهم ومن شعائرهم ومن مساجدهم ومن قببهم وطمسها كلها، كما أتى على البقيع وكما أتى حتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت لهم نيات في هدمه وفي إخراجه عن المسجد النبوي. لم يكتفي بهذا، طبعا نحن كلنا مسلمون أسلمنا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقام عليه بل يحترم دمه ويوفر ماله ويعني عرضه يصان وماله وحريته وكل شيء فيه بهذه الكلمة، إلا إذا بغى على المسلمين أو تعاون مع
الأعداء، هناك تقام عليه الحجة، ثم بعد ذلك يقتل. هؤلاء أو هذا الرجل محمد بن عبد الوهاب تعاون مع حاكم من حكام الجزيرة اسمه محمد بن سعود، حاكم الآن اللي هم السعوديين، تعاونوا مع بعض، وهذا يتصدر الفتوى أو الدين، وهذا يتصدر الملك السياسي، وتعاونوا مع بعض وكونوا مكانا أو كونوا دولة صغيرة في منطقة اسمها الدرعية. هذه الدولة توسعت في الرياض وفي نجد، وسيطرت عليها بهذه الطريقة، بالعنف، بالقوة، بالقسوة، بالقتل وبالمصاهرات. كانوا يصاهرون ويتزوجون، خاصة هؤلاء الحكام، ولم يكتفوا بهذا، ثم استولوا على مكة المكرمة وهي حرم الله الآمن، وأخلوا جميع المسلمين من هناك، وألزموهم وغصبوهم وقهروهم بالسيف على المذهب الوهابي. ثم لم يكتفوا، ذهبوا إلى المدينة المنورة وعاملوها بمثل، والكتب موجودة من كتبهم هم، يقرأوا العنوان في تاريخ نجد، المجد في تاريخ نجد يحكي هذه الانتصارات، يعني حربهم للمسلمين الذين يؤذنون ويصلون في قراهم ومساجدهم، يقتحم عليهم وتغتصب نساؤهم ويقتلوا بهدف إخراج الناس من الشرك. كلهم شركوهم، أهل الجزيرة العربية لم يسلم منهم أحد إلى اليوم. ثم لم يكتفوا بمكة والمدينة، ذهبوا شرقا إلى الطائف ودمروها كلها، مساجدها، رجالها، نساؤها، من يتصدر بكلمة يقتل. الدين واحد وهو الدين الوهابي. ثم لما انتهوا من هناك ذهبوا إلى العراق وصفوها، ذهبوا إلى البحرين وصفوها، ذهبوا إلى الشمال، وكل هذا يستولى باسم الدين. يعني كانت هذه الجزيرة العربية منقسمة إلى عدة أقسام، فهناك الحجاز، وهناك الشمال، وهناك البحرين، وهناك عمان، وهناك اليمن، هذه كلها تزيد باسم الدين. ثم أكلوا من اليمن، ثم أكلوا من عمان، ثم أكلوا من الشمال حتى وصلوا الأردن، ثم توسعوا حتى صارت لهم هذه الدولة كلها. ويا ليته دين، كما أخبرتكم والكتب موجودة، ولكنه احتلال لكل ما يسمى يعني ملك للناس. جاؤونا هنا في عمان بعدما انتهوا، طبعا دعوتهم قامت 1740 أو 50، يعني 250 سنة الآن. ثم ذهبوا شرقا إلى عمان، وهنا عمان دينها واحد من أيام الرسول إلى وقت هذه الحروب. وعندما كان فيها من الضعف السياسي دخلوها من البريمي ووصلوا إلى جعلان، فأدخلوا أهل جعلان وأدخلوا أهل البريمي وأدخلوا أناسا أخر كانوا على دينهم وكانوا على بينة منه، ثم غيروا. ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل قتلوا. يعني هذا التغيير لم يكن بالنصيحة، ولم يكن بعرض البضاعة، ولم يكن بالسمعة الحسنة، وإنما كان بالقتل. قصصهم مشهورة إلى اليوم في البريمي، ومع الشيخ زايد بن خليفة اللي هو كان حاكم الإمارات، واجههم حتى عي منهم، وواجههم يعني أجداد السلطان سعيد بن سلطان، سواء واجههم هناك على الباطنة أو على حروبهم هنا في جعلان بن أبو علي، وواجههم أهلنا الحجريين هناك في الواصل، وقتلوا قائدا من قوادهم اسمه مطلق، واندفعت بعض الجيوش، ثم استمروا بعد ذلك بقيادة ولده وبقيادة من بعده، وهم مستمرون إلى اليوم. ما هي الخطورة في هذا الدين؟ طبعا نحن ليس لنا منهج هو القرآن الكريم والسنة النبوية التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نريد أحدا أن يوضحها لنا، نحن بصراء بها ونعلم ما فيها من خلال علمائنا الذين علمونا، ولكنهم قتلوا
أنتم رأيتم تنظيم القاعدة، سمعتوا عن تنظيم القاعدة، وسمعتوا عن جبهة النصرة في سوريا، وسمعتم عن داعش الآن. هؤلاء كلها آتية منهم، يعني كل هذه الجماعات التي تقتل المخالف هي من هؤلاء الوهابية أو الحشوية أو السلفية، كلها بمسمى واحد. في عمان عاشت مذاهب من مئات أكثر عنهم، يعني هؤلاء الشيعة في صحار من أيام اليعاربة، وهؤلاء الشوافع موجودين في صلابة وموجودين في صور من قبلهم، ولكنهم لم يكفروا المخالف ولم يستبيحوا دمه ولم يعني يتحركوا في بلاده تحرك فتنة في مساجدهم، في مجالسهم، في قنواتهم، في أمور كثيرة لا يرضاها المسلمون في بلادهم.